السؤال الأول قال هل السعودية دار كفر وردة وجاهلية؟ لا، السعودية دار توحيد ودار سنة، فهمت كلامي؟ وقمع لأهل البدع وأهل الشرك، فهمت؟ والبلد ديك لا يطعم فيها إلا صوفي صاحب عقيدة شركية، شفت الصوفي؟ أو شيعي برضو بيطعم في السعودية، ولا تكفيري تابع لداعش ولا غيره، فهمت؟ لأنه هناك منجضنهم نجاة ثقيل خلاص، الإخوان المسلمين والتكفيريين، فهمت؟ والجماعة بتاعنا التفجير وغيرهم من أهل البدع هنالك في السعودية مؤدبينهم أدب شديد، تكفيري يمسكوك تخش السجن لا ما تمرق تاني. هسي خالد الراشد وينه؟ قاعد جوا، الله يمرقه، فهمت؟ ما بيمرق، تقيل أدبك بتلحقه، فهمت كلامي؟ لذلك الإخوان المسلمين وأهل البدع عموما يبغضون الدولة السعودية، ليه؟ لأنه هناك في شريعة، فهمت كلامي؟ هناك في شريعة. علماني برضه بكون زعلان لأنه العلماني دار يرقص، داير حفلة بجاي ننسي عجاج، وحفلة بهيني فرفور، وحفلة بهينا محمود عبد العزيز، ودائر برطع ودائر يقل أدبه وما داير الشريعة. هناك في شريعة، في قطع بتاع يدين، وفي قطع بتاع رقبة، وفي قصاص، وكل الحدود تقام هنالك في السعودية، وهذا من توفيق الله عز وجل لهؤلاء، فهمت؟ وديل ناس حاقدين سايد يقول لك السعودية دار كفر. كيف يعني دار كفر؟ كده ورينا، دار تبقى لنا زي الترابي؟ المرأة تصلي بأهل دارها دار فور، دار كفر كيف؟ تعال ورينا دار كفر كيف؟ كفار يعني؟ السعوديين كفار؟ طيب دار الكفر دي يجب الهجرة منها، أنت قاعد في دار الكفر مفروض تتخارج، هسي إذا أنا سعودي أتخارج أمشي وين يعني؟ أنت البلد فيها مكة، مكة هناك، البيت بيت الله عز وجل، ده بقى دار كفر، طيب نتخارج نمشي وين يا جماعة؟ إذا كان السعودية بقت دار كفر ودار ردة، أنت وجاهلية كمان، أنت ده من الباطل ودي من أقوال سيد قطب عمله الله بما يستحق. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.